يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقديم الزهور للأصنام هل يعد هذا من باب الكفر أو المعصية؟ للأصنام؟ نعم، أو للقبور، هم الآن يجيبون الزهور للميت، إكليل من الزهور ينثروا على قبر الميت، هذا من التعظيم، تعظيم الأموات الذي لا يجوز، غلو، هذا غلو، يعتبر من الغلو. وإذا قصد التقرب، إذا قصد بذلك التقرب إلى الميت صار شركا. نعم.